مشاهدينا لاستفاضة اقتصادية أكثر تنضم إلينا محللة أسواق في مجموعة إيكوتي من دبي السيدة فرح مراد. أهلا بك معنا يا سيدة فرح. شكرا على الاستضافة. شكرا. أبدأ معك من الأسواق العربية، كيف تتأثر اليوم التداولات بأزمة التضخم العالمية وترقب خفض الفوائد؟ يعني أسواق الخليج تعتمد بالدولار في مبادلاتها التجارية كعملة أساس، ما تداعي ذلك على أسواقهم؟ كيف ترينها؟ تفضلي. هلا طبعا نحن نعرف في رابط اساسي ما بين كنا عم نحكي عن سياسه الفدرالي وسياسه البنوك في المنطقه والعملات كمان بالمنطقه والدولار. طبعا توقعات تراجع الفائده شوي كنا عم نشوف ضغط على مثلا القطاع المصرفي في المنطقه. بشكل عام ثلاث ايام السابقين كانوا يعني عم بيحدوا من الارتفاعات، عم نشوف موجه جني ارباح بين المستثمرين، كمان لازم نتذكر لانه يعني مثل اللي عم نشوفه في الولايات المتحده نوعا ما تراجع شوي في انتظار البيانات القادمه. احنا في عنا بيانات كان يعني نحكي عنها اكثر في الاسواق الامريكيه رح تكون عم تاثر على شهيه المستثمرين بشكل عام، فبتوجه عاده المستثمرين قبل هالاخبار الى موجه جني ارباح، هذا اللي عم نشهده في المنطقه. على الصعيد او على فتره زمنيه اطول نرى هون اساسيات الاقتصاد مدعومه لا تزال جيده للنمو، ولكن بالفتره الزمنيه القصيره او اللي كنا عم نشهده خلال هذا الاسبوع تراجعات موجة جني أرباح طبعا عم تتأثر بتوقعات تقليص الفائدة نوعا ما، ولكن لازم نتذكر الفائدة كمان تعني ارتداد الأسواق طول ما أنه الأسواق جيدة، قطاع العمل جيد طول ما أنه في عنا بيانات نوعا ما قوية. أما عن التضخم فكمان عم نرجع نشوف تراجع فيه مستدام وتوقعات أنه رح يستمر هالتراجعات في التضخم. طيب بالانتقال إلى الأسواق العالمية فرح، يعني ما أبرز القطاعات التي تؤثر على بورصة وول ستريت؟ يعني كيف تقرأين مستقبل الأسواق الأمريكية في ظل الترقب الآن حول خفض الفائدة ارتفاعها وضعها بشكل ثابت؟ يعني إلى أين تتجه؟ أنا عم شوف صورة شوي مميزة يعني ما بنشهده قبل أو تحول واضح. كنا بنتذكر دائماً بدنا نحكي عن الماجنيفيسنت 7 العمالقة في قطاع التكنولوجيا، الشركات السبعة الأكبر كانت نوعاً ما مثل ما نقول حملة الأسواق على كتفيها وعم تأدي على هالارتفاعات. كنا عم نحكي على مؤشر ناسداك أو على مؤشر S&P 500 البرسنتج الاكبر النسبه المئويه الاكبر من الارتفاعات كانت بسبب هالارتفاعات في قطاع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ارى تحول الهيدج فاند الصناديق الاستثماريه عم تبتعد عن تبيع هالشركات اللي بتتعلق بالذكاء الاصطناعي. العديد من الاصوات تتحدث انه نحن لازم نكون عم نشوف ارباح اعلى من الوقت الحالي في كمان موسم الارباح ب 40% لنكون الاسعار اللي وصلت للاسهم نوعا ما منطقيه. وعم شوف ارتداد في مؤشر ناسداك مثلا مع انه مؤشر داو جونز لا يزال مستدام. ارى قطاعات اخرى قد تكون يعني تلحق في الارتفاعات اللي كنا عم نشهدها في قطاع التكنولوجيا وقد تكون مكان افضل للمستثمرين في حال اليوم عندنا انفيديا. نتذكر حتى انفيديا مش بس شركه، انفيديا نوعا ما صارت مؤشر لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في حال لم تكون ايجابيه بشكل كبير او تدعم الاسواق، نحن عندنا بيانات ايجابيه ولكن الاسواق تراجعت على الرغم منها لانه هن ناطرين هالشهيه المرتفعه، ناطره بيانات ايجابيه جدا. إن لم تحقق هالبيانات اليوم هذا الأمر قد نرى ارتداد في التكنولوجيا، ولكن كمان قد نرى استفادة قطاعات أخرى مثل الطاقة مثل الريل استيت مثل الاستهلاك كلها قد تكون كمان مستفيدة. طيب برأيك الازدهار هذا المتنامي في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل حضرتك تفضلت به كيف يؤثر على الوظائف والقطاعات التقليدية الأخرى على كل هارد كرنسي موجودة الآن بالسوق؟ هلا اللي بدي اقول لك اياه هو منطقيا كان المفروض يكون عم يعمل حاله من التخوف في قطاع العمل، ولكن احنا ما عم نشوف تاثيره المباشر بالوقت الحالي. كل اللي اوف اللي كنا عم نشهدها كانت بسبب تخوف من تراجع النمو اكثر من ما انه تبدل كمان الموظفين في الذكاء الاصطناعي. لا يزال كمان هذا سؤال مهم على الفتره الزمنيه الاطول، ولكن بالعكس انا عم شوف قديش كنا عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي مقارنة بقديش فعلا هالشركات اللي كانت عم تحكي عن adoption للذكاء الاصطناعي في أعمالها ما كانت فعلا كبيرة بشكل كتير كبير. لا تزال تحتاج إلى الوقت يمكن أكثر، ويمكن هالإيجابية حول الذكاء الاصطناعي كان هيك momentum بحاجة طبعا لوقت ليتحول إلى حياة، ولكن بالوقت الحالي لا أظن أنه هذا هو التخوف الرئيسي في سوق العمل على قد ما مخاوف ركود مخاوف تقلص
في الاستهلاك، هذه تكون المخاوف الرئيسية على قطاع العمل أكثر من دخول الذكاء الاصطناعي. طيب فرح، أنتقل وإياك إلى الأسواق الأوروبية، يعني كيف تتأثر هي الأخرى بتصريحات الفيدرالي القادمة وأزمات التضخم الحالية، وكيف يتأثر اليوم اليورو أمام العملة الخضراء؟ من الأقرب للدينجرس أو للخطورة؟ هلا سؤال عن جد يعني حلو نكون عم نركز عليه، لأنه بنسمع كنا قبل ما بلشنا هلا بالفترة القريبة نبلش نسمع أصوات عم تتحدث عن تراجع أسعار الفائدة من الفيدرالي، كنا باليوروزون، حتى إذا بدنا نحكي عن لاغارد، إذا بدنا نحكي عن بنك أوف إنجلند، العديد من الأصوات كانت عم تقول خلص حان وقت تقليص أسعار الفائدة، وقالوا نحن ما عاد نلحق الفيدرالي ومش رح ننطر لهو يكون عم يقلص، وبالفعل توجهوا لتقليص أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع في الولايات المتحدة. على الرغم من هيدا الشيء عم نرجع نشوف ارتداد لليورو، اولا لانه احنا كنا متوقعين سيناريو مختلف، متوقعين في الولايات المتحده بيانات نوعا ما افضل من اللي عم تيجي بالوقت الحالي، تضخم قد يكون مستدام ولكن عم نشوف تراجع، سوق العمل اوكي مستدام نوعا ما او انعمل له سبورت، ولكن كان في عنا بيانات بتخوف جاءت في الشهر الماضي بالوقت اللي كنا نحن متوقعين بيانات سيئه كثير من منطقه اليوروزون ولكن جاءت افضل من التوقعات، فعم نبلش نساعد تحول أسرع من جهة الولايات المتحدة وتقليص أسعار الفائدة أسرع خلال هالعام مقارنة في اليوروزون، عشان هيك أظن اليورو قوي وقد يستمر في قوته، ويمكن كلنا ملتيين باللي عم بيصير بالين الياباني، ما لاحظنا أنه فعلا الدولار اليورو ارتفع بشكل جيد جدا مقارنة بالدولار، أظن قد يكون كمان أقوى من المملكة المتحدة اللي شوي بتعاني نوعا ما من هيك جري زون أكثر بأساسيات اقتصادها، وكمان العملات الأخرى أرى احتمال قوة لليورو مستدامة خلال هذا العام. طيب بعد اجتماع جاكسون هول برأيك هل من شعور بالتفاؤل اتجاه الاقتصاد عالميا أم إلى أين تتجه الأوساط؟ هلا بطبيعة الحال عم نبلش نشوف، إذا ما بدنا نقول ركود عالمي أو تراجع كبير في النمو، ولكن توقعات اللي كنا عنا إياها سابقا عم نبلش تتقلص أكثر وأكثر، خاصة إذا بدنا نحكي مثلا عن ثاني أكبر اقتصاد الصين، توقعات عم تتراجع أكثر في النمو، والعديد من الدول النامية كمان عم تشوف تراجع توقعات النمو عن ما كانت سابقا. طبعا حديث جيروم باول ما معقول نكون عم نتوقع تحول 180 درجة في حديثه، وقول خافوا وبيعوا والأسواق في حالة هلع، هاي الشيء كان عم بيقوله بجاكسون هون هو كان متوقع، وحتى إلى الآن البيانات اللي عم تفرجينا إياها فيني أعتبرها متضاربة ولكن نوعا ما منا سيئة بشكل كبير. اللي بخوفني هو بيانات الاستهلاك، لازم نتذكر نحن بهذا الأسبوع في عنا الـ PCE تضخم في الاستهلاك، ويعني لي جدا لأنه الاستهلاك هو أكثر من 70% من إنتاج الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وتراجعاته قد تكون مفاجئة، خصوصي أنه عم نشوف الكريدت كارد عم يرتفع، الدين يرتفع، ومش هناك يمكن لا يزال الاستهلاك مرتفع. في حال وصلنا للبيك وتراجع الاستهلاك بشكل كتير كبير، نعم هناك تخوف من ركود لا يزال موجود، عوائد السندات والمنحنى العائد كان عم يبشر بنوع من الركود، فكل إشارات لا تزال موجودة ولا يزال خطر حقيقي، ومش هناك عم نشوف كمان توجه إلى تخفيض أسعار الفائدة. طيب فرح، الديون أيضا لها حصة من الأزمات الاقتصادية الحالية، برأيك الأسواق الناشئة اليوم من المفترض أن تستثمر ديونها وعرضها أمام المستثمرين العالميين، لكن كيف ستفعل ذلك؟ هل هناك أي مسؤولية تقع على عاتق الدول الغنية لمساعدتها في تسديد دينها، أم ما مصير الأسواق الناشئة اليوم؟ هلا في كمان بدنا نبلش نقسم الاسواق الناشئه مختلفه اساسيات اقتصادها وشو قادر تقدم للمستثمرين. هلا البنك الدولي كمان كان عم يفرجينا العام الماضي، كان عم يترجح، عم نحكي يمكن كان في عنا شراء الديون بحوالي 41 مليار اذا ماني غلطانه في الاقتصادات الناشئه، فيحاول الدعم طبعا، ولكن اذا بدي احكي مثلا شو كان عم بيصير بمصر، اعاده هيكل الديون حررت سعر الصرف، هذا الشيء بيرجع بعيد نوع من الثقه للمستهلكين او للمستثمرين في هذه الاسواق، في عندها دعم كمان من البنك الدولي. تركيا عم برجع اشوف عوده المستثمرين عليها، في عندي العديد من الدول الناشئه اللي مع التحول من العولمه الى انشاء مخيمات اقتصاديه قد تستفيد من اعاده يعني اختلاف الصوره الاقتصاديه، الهند مثلا عم تستفيد كثير من ابتعاد بعض الدول عن الصين،
عم تكون كومبيتيتور جيده. الصين المكسيك كمان عم تستفيد من هذا الامر، عم بيكون عندهم عوائد سندات مرتفعه جدا وفوائد مرتفعه جدا قد تجذب كمان المستثمرين اللي ما عندهم مشكل يعملوا شويه يفتحوا خطر اكثر مع توقع عائد مرتفع ويكونوا عم بينوعوا في البورتفوليو تبعهم. ارى في احتماليه جيده لبعض الدول في الاسواق الناشئه. طيب إلى آسيا مع اقتراب الفيدرالي من خفض الفائدة أو توقعات ترجح بخفضه للفائدة، اليوان الصيني يتأثر بانخفاض الدولار ويهدد، لذلك كيف تقرأين وضع السوق الصيني اليوم واقتصادهم؟ إلى أين؟ السؤال هو صحيح لأنه نحن بنلاحظ أنه لفترة طويلة في عنا مثل manipulation الأسواق وضعف اليوان هو من أحد يمكن القرارات اللي بتقوم فيها كمان الحكومة الصينية لتكون كمان competitor جيد جدا على الصعيد العالمي بأسعار يعني أرخص من غيره. هلا كمان قد يكون خطر أكثر مع تراجع الدولار قوة اليوان، معناتها رح نكون قد نرى تدخل إضافي للدولة. مقارنة كمان لو نحكي نحن عن العديد من الدول عم تبلش تعطي عقوبات خفية على الصين، وإذا مثلا ربح دونالد ترامب كمان عم يحكي أكثر وأكثر على أنه رح يكون في عنده علاقة مختلفة جدا مع البضائع الصينية اللي رح تكون عم تدخل على البلاد مع كمان تارف أعلى. عم نشوف اليوروزون كمان زادت التارف على السيارات الكهربائية يلي من الصين، فهذا خطر حقيقي للصين. ولكن كمان مثل ما عم بقول لك عندنا كمان عم تفتح على أسواق جديدة كمان قد تستفيد منه وتعمل بالانس للبضائع والبالانس تبعيتها. طيب فرح، هناك آراء اقتصادية كثيرة ترى أن الولايات المتحدة وحتى اقتصاديات الدول الكبرى لن تصمد أمام توسع الصين خصوصا فيما يتعلق بصادراتها وتطورها الواسع بالنسبة لهم، ما رأيك؟ إلى أين تتجه الأسواق العالمية بالاقتصادات؟ هيدا سؤال كتير مهم، ومش هيك على الرغم من التراجع الكبير يلي عم نشهده في أسواق الصين المخاوف يلي فيها، ولكن بلاقي في كتير قطاعات قد تكون جذابة جدا. وحتى لو كان عم نبلش نشوف هالاختلاف أو هالإغلاقات على المنتجات الصينية، ولكن مثل ما عم بقول لك عم برجع أشوف تشكل أنا نوع من المخيمات الاقتصادية روسية البريكس اللي عم يتشكل، كلها رح تكون أسواق جيدة للبضائع الصينية. كمان البعض الآخر قد يعود ويفضل البضائع الصينية الأرخص. عنا الدول الأفريقية، عنا الدول العربية اللي عندها علاقة جيدة مع الدول الآسيوية، ففي مخاطر قد تحد كمان من هذه المخاطر في الأسواق الغربية في حال كانوا عم بيزيدوا الضغوطات على الواردات من الصين، ولكن كمان يعني صادرات الصين والواردات إلى هذه الدول، ولكنه فعلا هو خطر موجود ودائما نحكي عنه. إنتاجية جيدة وأسعار أرخص أكيد رح تكون. طيب برأيك لو استمرت الدول الكبرى بحد الصادرات الصينية أو الواردات الصينية لبلدانهم، أقرب الأسواق إلى الصين لتوزيع منتجاتها وسلعها أين ستتجه؟ ألا يساعد ذلك أيضا بتضخم في الصين؟ هيدا الشيء شوي بخوف، إذا في حال كان عندنا نحن مشاكل في سلاسل التوريد بالوقت اللي عندنا كمان ضغوط جيوسياسية لا تزال موجودة، في حال كلها انوجدت مع بعضها طبعا بخوفنا أنه نرجع نكون عم نشوف موجة أخرى من التضخم تعود. ومش هناك عم نشوف أنه لا نزال جيروم باول عم يحكي عن مخاوف التضخم، لا نزال نخاف من ارتفاع في اسعار النفط اللي مرجع يعمل دوره ثانيه. ولكن اذا بدي اعتبر الاسواق الاكثر احتمال انها تستفيد كمان من البضائع الصينيه، بدي احكي عن منظمه البريكس اللي موجود فيها الهند، اللي موجود فيها البرازيل وقت الحالي، اللي موجود فيها ساوث افريكا، روسيا، كلها طبعا رح تكون عم وحتى بالبلدان العربيه نوعا ما في عندهم علاقه جيده مع منظمه البريكس، كلهم رح يكونوا عم يستفيدوا بعلاقات تجاريه افضل من السابق. طيب فرح، ننتقل الى اسواق النفط والطاقه، يعني كيف تقرأين مستقبل النفط العالمي اليوم، وهل سنشهد ارتفاعا باسعار النفط برايك او تراجع، لا سيما وان الطاقه النظيفه والمتجدده ايضا لها زعامات وادعاءات والحث على استخدامها، النفط الى اين؟ أظن بالفترة الحالية قد يكون فيه فولاتيليتي أقل، فيه تحركات جانبية أكثر، فيه شوي من الثبات بالأسعار.
الموسمية تظل بعض الشيء على هذا الأمر، ولكن كمان إذا بدي أحكي من ناحية الطلب، الطلب لا يزال نحن متخوفين منه. حتى أوبك بلاس نوعا ما رجعت قلصت توقعاتها للطلب، الصين ما عم نرجع نشوف انتعاش جيد جدا. من ناحية سلاسل التوريد يكون عندنا مخاوف من سلاسل التوريد، أظن عندنا لاعبين رئيسيين قادرين يرجعوا يضخوا نفط أكثر، فكمان المخاطر من التوترات الجيوسياسية دائما بظن هي مكان جيد أو فرصة جيدة لأرجع تكون عم بيع بأماكن أو عند ارتفاع الأسعار، لأن عم تعمل بيك وبترجع المخاوف عم تختفي من الأسواق. الأمر اللاعب الوحيد اللي فينا ركز عليه بالوقت الحالي هو الإنتاج، ولازم نتذكر أوبك بلس صح لاعب كبير، ولكن كمان أوبك بلس عنده أصوات مختلفة. يمكن في عنا مثلا المملكة السعودية بهم تكون الأسعار نوعا ما مرتفعة، ولكن الوقت يعني في عنا لاعبين آخرين مثل روسيا عم تبيع نفطها بشكل أرخص، أمريكا مستعدة تكون عم ترفع إنتاجها، نحن all time high بالإنتاج في الولايات المتحدة، لأنه بهم ما نصير عم نرجع نتوجه إلى نوع من التضخم بسبب أسعار الوقود. فهالاختلاف بالأهداف رح يكون في عنا مثل middle ground أو مكان متوسط للأسعار، خصوصي أنه العامل الرئيسي أظن بالوقت الحالي على أسعار النفط هو الإنتاج، أي من أي أمر آخر للصورة أوضح أن الطلب قد يكون أقل من التوقعات، ومخاوف مثلا سلاسل التوريد كمان تتراجع أكثر وأكثر. طيب المعادن الثمينة، يعني مستقبل الذهب العالمي ممكن أن يستمر أن يكون أو يبقى ملاذ آمن للمستثمرين؟ هل ستستمر البنوك المركزية برفع احتياطياتها من الذهب وتخزينه برأيك؟ الذهب إلى أين بذلك بتلك الأزمات؟ هلا عم شوف شوي بدنا نحكي على فترات زمنية مختلفة، لأن احنا بدنا نتذكر وصلنا لقمم تاريخية، نعيد اختبار ال 2500 بالوقت الحالي هو مستوى نفسي مهم قد نعود ونختبره كثير بالفترة الحالية. عم شوف توجه كمان البنوك المركزية لا تزال تشتري الذهب، ولكن الصين نوعا ما اخذ بوز، ما عم شوف بيانات من الصين، يمكن تنتظر ازدياد لترجع تدخل مرة ثانية في موجة الشراء. أرى مدعوم التوترات الجيوسياسية، توقعات تقليل أسعار الفائدة معناتها عنا عوائد أقل من السندات قد كمان يدعم أكثر الذهب، أرى مستدام في دعمه، ارتفاعات نرى العديد من التوقعات تحكي عن 2600 و700 وحتى 3000 إلى نهاية العام منه مستبعد جدا، على القليل السيناريو الأوضح أنه ما نكون عم نشوف بليدنج فيه أو تراجعات عنيفة. السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى هذا الأمر وأظن قد يكون مؤقت كمان في حال شفنا انهيار في أسواق الأسهم، توجه المستثمرين إلى الكاش قد يعني موجة بيع على طيب قدرة للمداخلة فرح، لماذا المستثمرين يتوجهون إلى الكاش رغم أن الذهب يعني أكثر ثبات وضمان؟ هذا العمل الثاني قد يكون لفترة زمنية بسيطة، وفي حال شفنا تراجع عميق، لاحظي خلال أغسطس 5 وقت كان في عنا انهيار في أسواق الأسهم كان في عنا ارتداد تراجع كمان على الذهب، لأنه وقت أنا بدي أغلق صفقاتي بتوجه على النوع التحوط اللي أنا فيه الذهب لأرجع حوله لكاش لأغلق صفقاتي وأفكر الخسائر يلي عندي، فالطلب على الكاش خلال الأزمات يرتفع بشكل بسيط أو على فترة زمنية قصيرة ونعود مرة أخرى إلى ملاذات آمنة كالذهب. فمشان هيك عم بقول لك السيناريو الوحيد الذي قد أرى فيه تراجع الذهب وفي حالة تراجع كبير في أسواق الأسهم انهيار فيه وتوجه المستثمرين إلى الكاش بس يغلقوا صفقاتهم، ومثل ما نقول كاش إز كينج في فترات المخاوف الكبيرة في الأسواق. عدا عن ذلك حتى لو كان في تراجعات أظن أنها محدودة على الذهب. فرح مراد، يعني أسعدتني جدا بهذا الحوار الوافي بالمعلومات جدا، لكن للأسف أصل وإياك إلى ختام حوارنا، محللة أسواق في مجموعة إيكوتي من دبي، شكرا جزيلا لك فرح مراد.